تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق. وفي بيان للوزارة أعلنت ضبط 103 قضايا تموينية بمضبوطات أكثر من 984 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة. وأشار بيان الداخلية إلى ضبط أكثر من 110 أطنان سلع غذائية، دقيق وزيت طعام وسكر وأرز. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعمة، فقد تم ضبط طني دقيق مدعم، كما تم ضبط ما يزيد على 611 طنا في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية، وضبط 86 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء.